هذه واحد المناسبه تعطات الحزب الاستقلال باش يناضل باش هذيك الماده 33 من الميثاق ما يمكنش تبقى خصم وحكام، لابد انه اذا كان شي عزم ولا شي عقوبه اللي توفر الضمانه والمحنت المحاكمه العادله، لان كيفاش موظف بسيط تعطيه المجلس التاديبي وتعطيه المحامي وواحد رئيس اللي منتخب على درجتين، تجي واحد اللجنه تتجلس مع المصالح ما تتكلم معاه حتى فشي ملف حتى فشي حاجه، ومن بعد تقول له جاوب على هذه الملفات، وبعد ذلك تيجي قرار العزل. كيفاش تتكلموا على وقائع تتكلم على 2003 2006 2007 2000، مع ان هذا المجلس انتهى ما بين 2003 2009، ولهذا هذا التوقيت تفهموا الشعب. حنا تاثرنا كثير كمناضلين بالعزل ديال الاستاذ القادري، حنا حزب ديال الكفاح وديال المبادئ وديال النضال. لو عرفنا على ان الاستاذ القادري لم يكن يعني بريء لو لم نتضامن معه، ولكن حقيقه ملي طلعنا على قرار العزل شفنا فيه على انه لا يشير لاي اختلاس من نوع الاختلاسات، بل فقط في تاويل، كان هناك خطا في تاويل القانون. تنعرفوا يعني الحنكه والمهاره وكفاءه الاستاذ القادري في مجال القانون بخصوص امضاءات حول يعني امضاءات اللي تم امضاؤها من خلال تسير ديال المقاطعه. يتبقى من يعني هذه الاستحقاقات الا 6 اشهر، فحقيقه يعني ما فهمناش نهائيا هذا قرار العزل. بانت لنا بان كاين هناك ثغرات قانونيه لتتمس في صلب الديمقراطيه، لان كيف يمكن على ان رئيس او اي منتخب يكون منتخب ويتم عزله، لان نحن لسنا موظفين عند وزاره الداخليه لتتحكم في العزل او الطرد او اي شكل من هذه الاشكال. تضامن مطلق للاستقلاليات والاستقلاليين مع الاستاذ احمد القادري الذي نعتبره تضحيه، نعتبره ضحيه عفوا لتصفيه حسابات، بحيث انه اولا مسطره العزل هي مسطره نعتبرها غير منطقيه، حيث انه هو منتخب، وعندما يكون شخص منتخب له ثقه المواطن في بلد ديمقراطي لا يمكن ان يعزل كانه موظف من طرف اداره، وهذا يبين قوه وعدم التوازن في هذه القوه للسلطه الاداريه التي تشرف على الجماعات. وحزب الاستقلال دائما يدافع على ان يعني هذه السلطه الوصايه يوضع لها تكون، ولكن تكون عندها واحد الحد حتى لا يصبح المنتخب موظف.